هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا دباديب. انا عارف ان اسمي غريب بس مش مشكلة، انا اسمي دباديب. والنهاردة حبيت اعمل لكم جزء تاني من ازاي نعمل مدرسة في توكابوكا. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا، يلا بسرعة بسرعة. اول حاجة كده هنعملها هي المقصف. طبعا احنا فضينا الحتة دي كده كلها وشلنا كل الحاجات اللي فيها، بس مش ولا حاجة. ودلوقتي عندنا كذا حاجة هنرتبوها. يلا خليكم مع الترتيب بقى، وبصوا هنقطع عليكم عشان ما نطولش عليكم. يلا باي، او هرجع لكم كمان شوية، يعني هو مش باي قوي، يعني هرجع لكم كمان شوية. وخلاص كده احنا رتبنا الاكل وحطينا كل حاجة ماشي. وهنا طبعا في اكياس كتيرة، يعني لو مثلا هياكلوا مجموعة هياخدوا اكل كتير. طبعا الاكل ده كله بفلوس. طيب دلوقتي نروح للحتة اللي بعديها. طبعا زي ما انتم شايفين احنا نضفنا برضو هنا، وهنحط بقى ايه الالعاب دلوقتي وهنرصصها كده جنب بعضيها، بحيث لما الاطفال او يعني التلاميذ في وقت الفسحه يجوا يلعبوا هنا في الحته دي كده، ويشتروا اكل من هنا وكده. بس اخر حته مقفوله الصراحه، احنا لا شلنا منها حاجه ولا عملنا فيها حاجه، سيبناها زي ما هي وما عملنا فيها حاجه اي حاجه في اي حاجه خالص، سيبناها زي ما هي. دلوقتي بقى احنا هنظبط الحته دي، لان الصراحه ما لقيناش فكره للحته دي الصراحه، يعني عنا نفكر ونفكر 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 بس كل الفكر فشلت. واحنا دلوقتي قررنا ان احنا نقفلها خالص وما نعملهاش كده، يعني هي تبقى مقفوله كده. فمش عايز اطول عليكم، هرتب الحاجه ونرجع لكم. يلا باي باي. طيب بعد ما عملنا بقى جزئيه الالعاب اهي هوريها لكم ماشي. اهي هي دي جزئيه الالعاب عملناها وخلصناها اهي. بصوا ده شكل الالعاب، وطبعا برضو الاكل عملنا مقصف الاكل، وطبعا شكلهم جميل قوي وشكلهم كده يفتح النفس على اللعب. وحبيت اقول لكم ان الكوز ده هتلاقوه طبعا في البيت اللي هو الفندق، انا بسميه كده تمام، محدش يعترض. بتجيبوا هنا عصير البرتقال برضو هتلاقوه من بيت الفندق، هتحطوه كده هنا هيخليه بطعم الاورانج. لما تجيبوا ده كده هيخليه بطعم البلوبيري. بس غمقوا حبه، ايوه غمقوا يا عم الحاج، غمقوا يعني خلوه تحسوه كده بقى لونه اتغير. وطبعا برضو لما تحطوا اللون البينك اللون هيتغير طبعا على حسب اللون اللي انتوا عايزينه. انا حابب الاورنج قوي لان الاورنج عاجبني وحاسس كده. وطبعا ايه، طبعا نكهته جميله جدا. دلوقتي احنا هنقفل المقصف وهنقفل اوضه الالعاب. اوضه الالعاب بتتفتح ساعه الفسحه بس، ساعه الفسحه بس. طيب يلا بينا بقى ندخل على الفصل نفسه. يعني عندنا هنا الشنطتين دول موجودين هنا في مكان الشارع، والمروحة دي جبتها من البيت الفندق، والكرسيين دول طبعا هتسألوني جبتهم منين. هتدخلوا على البيت اللي احنا بنصنعه، وبعدين هتدخلوا على المطبخ، وتدخلوا على اساس المطبخ، وتدخلوا على الكراسي بتاعة المطبخ. هتلاقوا فيها الكرسيين دول، هتلاقوا فيها شكل الكرسي ده، وتلاقوا فيها كمان شكل الكرسيين تانيين وشكل كرسيين تانيين. شكل كرسيين رقم واحد، الكرسيين رقم واحد عاملين شبه ده، بيتحركوا في اي حته انا عايزها. الكرسيين رقم اتنين ما بيتحركوش، بيتحطوا بس في البيت. فانا جبت اللي بيتحركوا دول لان الشكل ده الصراحه عجبني. وانا طبعا في الكرسي ده وفي الكرسي ده، فانا اساسا هعمل اربع تلاميذ، ممكن تزودوا او تقلوا. الصراحه موضوع الترابيزات انا مش عارف، بس ممكن تعملوا بقى المدرسه في البيت. هتلاقوا فيديو لينا احنا عملنا مدرسة برضو في البيت، وده كان الجزء التاني منه طبعا طبعا، يعني لان الفيديو جايب تفاعل رهيب جدا في القناة. طبعا دلوقتي احنا هنرتب الكتب. والكرسي ده جبناه منين 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 يا ولا يا بدديبو منين افتكرت، جبناه من حتة صانع الشخصيات. اظن كلكم عارفينها، ما فيش حد مش عارف حتة صانع الشخصيات ماشي. هتلاقوه هناك تمام. ده هيبقى كرسي كده خاص بالميس، هنحطوه كده هنا كده. طبعا انا المكان ده يعني حطيته كده عشوائي، يعني اهو هنا المكان بتاعه حلو تمام. دلوقتي بقى طبعا مروحة عشان تهوي الجو. وبما اننا بقى في المكان الجميل ده، حبيت برضو اقول لكم على خدعة يمكن ما تكونوا شفتوها في الفيديو اللي فات. بصوا لما تدخلوا على التحديث الجديد بتاع الوشوش، بصوا بالصدفة قاعدين ومنفرينا كده لقينا الوشوش دي. ترى وشوش حلوة قوي، وكلكم لازم تجربوها. يلا روحوا بسرعة على التوكبوكة بتاعتكم وجربوها. يلا نرجع للفيديو بتاعنا. دلوقتي احنا المفروض نرصص الكتب دي، وطبعا هرصصها بعد تعب وعناء طويل جدا، وهرجع لكم. ويلا بينا نرصصها. يلا بينا. ودلوقتي انا خلاص خلصت المدرسه، اسيبكم بقى كده مع يعني زي ما تقولوا كده مشهد تمثيلي بسيط جميل جدا للمعلمه وتلاميذها وحاجات كده، يعني تعرفكم على المدرسه اكتر. يلا خليكم مع المشهد ده، خليكم معاه.
دي احسن حته بالنسبه لي، احسن حته في كل الدنيا وكل الفيديو ده اساسا.